الفطرة النقية والسوية يجمع عليها كل البشر وتتفق قطعا مع الإسلام، وكل تعاليم الإسلام تتفق مع هذه الفطرة. هذا ما كشفت عنه الأخبار الأخيرة الصادرة من فريق الكرة الشاطئية لدولة النرويج في كأس الأمم الأوروبية. رفضنا العري وارتداء البيكيني، وقالوا بأنهن يمارسن الرياضة ولا يمارسن الابتذال أو إثارة الغرائز. دعونا نشاهد فيها البداية تلك الصورة الأولى التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر. في الصورة الأولى سنشاهد حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حديث المواقع الإخبارية عن هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل لاعبات أوروبيات بالرفض القاطع لارتداء البيكيني. عقوبة على لاعبات النرويج لكرة اليد الشاطئية، كان هذا أثناء كأس الأمم الأوروبية للكرة الشاطئية. الغريب أو مش الغريب، لأنه قطعا يتفق مع الفطرة، هو التضامن الواسع واللا محدود من قبل نشطاء مع ما تم فعله من قبل المنتخب النرويجي. مغنية مشهورة أعلنت أنها متضامنة معهم وأنها ستقوم بدفع الغرامات للاتحاد، وأنهم من حقهم أن يرتدون ما يشاءون. واضح أيضا كان هناك إصرار من قبل اللاعبات على هذا الأمر ورفضهن القاطع لمثل هذه الملابس الفاضحة. أيضا في الأولمبيات التي تلعب الآن في طوكيو، لاعبات قررنا عدم ارتداء مثل تلك الملابس الفاضحة وحالة العري تلك، تحت شعار بأنهن لسنا سلعة رخيصة، وقررنا ارتداء ملابس أخرى محتشمة بعض الشيء. لكن كل هذا يدلل ويبرهن على أن كل من يحاربون المرأة المسلمة هم مخالفين للفطرة